الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية: إدماج عدد من الكفاءات الجديدة في الحكومة بعد إعادة هيكلتها مع مراعاة تمثيلية النساء والشباب تجسيدا لما تضمنه خطاب العرش والتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. الأمين العام للأمم المتحدة يذكر في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمرتكزات الموقف المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في اليوم الوطني للمرأة وقفة عند المكتسبات التي حققها المغرب في مجال ضمان حقوق وكرامة النساء، اللواتي بصمن على حضور متميز في شتى المجالات. غدا يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم نزالا وديا ضد المنتخب الليبي، وأجواء كروية تسود مدينة وجدة حيث سيدور اللقاء. للحديث عن الحكومة الجديدة نستضيف هذا المساء الأستاذ عبد الإله العبدي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أجدال بالرباط. مساء الخير أستاذ ومرحبا بكم. سيدتي مساء الخير، أهلا بكم. البداية ببلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن فيها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 12 صفر الخير 1441 هجرية موافق 11 أكتوبر. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 2:30 من زوال يوم الغد. وبمناسبة ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، ينهي رئيس مجلسي النواب والمستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة 1 زوالا مرتدين اللباس الوطني طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين بمجلسي البرلمان. عدد أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة تقلص من 39 إلى 23 تتضمن كفاءات بمواصفات جديدة، في حين تم تجميع عدد من القطاعات الحكومية تجسيدا لما تضمنه خطاب العرش والتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. دلالات وخصوصية الصيغة الجديدة للحكومة في تقرير عماد أمسمير، عبد الإله مزاحم ورشيد العتابي. الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إغنائها وتجديد مناصب المسؤولية لتكون حكومة قوية وقادرة على الإنجاز ومتفاعلة مع انتظارات المواطنات والمواطنين. الكفاءة والاستحقاق معايير أساسية في الصيغة الجديدة للحكومة لإعطاء نفس جديد لسيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وتقديم جيل جديد من المخططات الكبرى لمواكبة النموذج التنموي الجديد. النموذج التنموي الذي أعلن عنه جلالة الملك اقتضى ضرورة إدخال مجموعة من الكفاءات وتطعيم الحكومة الحالية بهذه الكفاءات لكي تيسر المامورية أمام الفاعل أولا الحكومي وكذلك الفاعل الإداري وكذلك المواطنات والمواطنين في تدبير هذه المرحلة المفصلية التي نعتبرها على أنها قاطرة حقيقية لبناء تنمية مغربية طبقا للمضامين التي تضمنتها الخطب الملكي السامية، ولا أدل على ذلك من الخطاب الملكي السامي في ذكرى 20 لاعتلاء جلالة
جلالة الملك نصره الله محمد السادس نصره الله عرش أسلاف الميامين، إضافة إلى استضاح الرؤية وكذلك الخطوط الخاصة والمتميزة التي أشار إليها جلالته في خطاب الأخير لذكرى ثورة الملك والشعب. ولن أدخر أي جهد. جلالة الملك محمد السادس نصره الله شدد في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد على ضرورة إشراك دماء جديدة من الطاقات على أساس الكفاءة والاستحقاق لتوفير أسباب النجاح في المرحلة الجديدة وتحقيق التحول الجوهري الذي يريده جلالته. أعتقد بأنه الهيكلة الجديدة للحكومة في نسختها الثانية هي هيكلة حاولت تعتمد على سياسة الأقطاب، وتم تجميع مجموعة من الوزارات في قطاعات مشتركة طبعا تفاديا لتضارب الاختصاصات بين كتابات الدولة وبين بعض الوزارات. أيضا ملاحظ بأنه تم تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 24 بما فيهم رئيس الحكومة، وهذه الإشارات كلها تدخل في إطار التوجه العام الذي يؤطره الخطاب الملكي أو الخطابات الملكية عموما، ولا سيما الخطابين الأخيرين في التوجه المغربي نحو إيجاد نموذج تنموي جديد. وهذا يعني أن هذه الحكومة بهذه الصيغة مهامها الأساسية هي صياغة على المستوى الحكومي التدابير والتصورات الكافية لتنزيل هذا النموذج التنموي. النموذج التنموي الجديد يشكل قاعدة أساسية لعمل الحكومة في صيغتها الجديدة، نموذج عماد المرحلة الجديدة التي حدد معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته حرصه على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها. وكما ذكرنا في بداية هذه النشرة نستضيف هذا المساء الأستاذ عبد الإله العبدي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أجدل الرباط. إذن أستاذ، في أي سياق تأتي الهندسة الجديدة للحكومة؟ السياق الأساسي الذي من ضروري التركيز عليه هو خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 29 يوليو 2019، خطاب جد مهم، لأن بصدد هذا الخطاب قام صاحب الجلالة بعملية تقييم لعقدين من حكم جلالته في المغرب، ووجد أن هناك تحققت عدة أمور جد إيجابية، ولكن كان لصاحب الجلالة القدرة على التركيز على أنه بالإضافة إلى هذه الجوانب الجيدة المضيئة هناك جوانب سوداء، هناك جوانب تشكل ثغرات لأنها أهمها لم تصل إلى المواطن بشكل عام، وإلى المواطن الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة في الجبال وفي البوادي بشكل عام. وصاحب الجلالة أكد بأنه لن يقبل بأن يكون أي نظام تنموي لا يستطيع أن يصل إلى المقصود به، هم الشعب المغربي وهم الفئات المتوسطة والضعيفة. إذن هذه هي أسباب النزول، وصاحب الجلالة رأى هذه الثغرات، يجب أن تكون هناك حكومة جديدة بمواصفة جديدة حتى تستطيع أن تواجه التحديات الأساسية التي تفرض نفسها والتي أشار إليها صاحب الجلالة في خطابه. إذن أستاذ، ما هي في نظركم أهم خصوصيات التركيبة الجديدة؟ أهم شيء بالنسبة لهذه التركيبة الجديدة أو الحكومة الجديدة هو أنها جاءت مخففة وتخلت على الجانب كآلية ثقيلة جدا، كانت 39 وزير ووزير متدرب وغيره، وهذه آلية ثقيلة تجعل بأنه صعوبة على اتخاذ التناسق، على اتخاذ الاتفاقات، على الانسجام، إذن هي ثقيلة في رد الفعل، ثقيلة في مواجهة متطلبات المواطنين، وكذلك في الحاجيات المتزايدة بالنسبة للمواطنين. شيء الجديد هو أنها انتقلت من 39 إلى 23 زائد رئيس الحكومة. الشيء الجديد هو أنها جاءت مطعمة من مجموعة من الكفاءات الجد مهمة، وهذا ما أشار إليه صاحب الجلالة في خطابه في خطاب العرش. الشيء الجد مهم كذلك هو أنها وجود النساء، ووجود النساء ليس فقط من ذوي الاتجاه الحزبي، ولكن النساء لهم كفاءات وإن اشتغلوا في مجالات أخرى. إذن أستاذ، هو ليس تغيير من أجل التغيير،
الكبير، بل انتقال إذا أردنا من تشتت القرار سابقا على مستوى مجموعة من القطاعات وتجميعها في إطار أقطاب وإضافة هنا إضافة أقطاب جديدة. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على تحقيق فعالية أكبر وبلوغ النجاعة في العمل أو الأداء الحكومي؟ فعلا أن الحكومة بهذه المواصفات سيجعلها أمام مسؤوليات، سنحدد مسؤوليات كل قطب، كل في كل قطب من الأقطاب، ما هي المسؤولية الموكلة إليه، ما هم الأشخاص الذين يطلعون بها، وبالتالي لا يستطيع كل واحد أن يبتعد عن مسؤولياته، تكون هناك إمكانية تقييم الأداء، وكذلك تكون هناك إمكانية محاسبة من أخطأ بشكل أو بآخر في قيام الأداء. إذن هذا النوع من الحكومة بهذا الشكل بهذه المواصفات يجعلها مستعدة بشكل أسرع لمواجهة المطالب المتجددة الملحة التي لا تقبل إرجاء المواطن، ثم إنها بهذه الشكل بهذه المواصفات هي لابد من الرجوع دائما إلى خطاب صاحب الجلالة الأخير بمناسبة عيد العرش، لأنها هذه ليس فقط إلا البداية، لأن إذا رجعنا الخطاب هناك العدد الكبير من المسؤوليات والتحديات والأمور التي يجب على الحكومة أن تواجهها. فعلى الحكومة الذي استطعت أن الحكومة استطعت أن تواجه التحدي الأكبر هو أنها وجدت في الوقت المناسب، ولكن التحدي الأكبر هو أن تكون مستعدة على مواجهة أولا خريطة الطريق المرسومة للخطاب صاحب الجلالة، ثم المسؤولية الأساسية الجد مهمة التي تدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات، نموذج خاص بتنمية المغرب. ثم صاحب الجلالة أكد على أنه لن يقبل بأن يتم التأخر أو التماطل أو الإلقاء بالمسؤولية من جهة إلى أخرى لأسباب حزبية سياسوية، بل أساسا صاحب الجلالة أكد على المصلحة الأساسية للمغربي للمواطن، وهذا الشيء جد مهم. ذكرتم كذلك أستاذ الاستجابة الملحة لانتظارات عديدة للمواطنين والمواطنين الذين عبروا عنها بعد هيكلة الحكومة في صيغتها الجديدة، وهي انتظارات تشمل مختلف تدخلات القطاعات الحكومية. نتابع هذه الارتسامات من مجموعة من جهات المملكة. الاهتمام بفئة الشباب اللي وصى عليها وأكد عليها صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي الأخير، وهذا الاهتمام كيتجلب تنمية الكفاءات والمهارات ديالهم. النقطة الثانية اللي مهمة وهي خلق فرص الشغل للشباب والاهتمام بهذه الفئة. التشكيلة الجديدة للحكومة هي جاءت تجاوبا مع الخطاب الملكي السامي الأخير، والذي حدد فيه بعض ملامح هذه الحكومة واشترط الفاعلية والنجعة طبعا والقرب من المواطنين والاستماع إلى نبض الشارع. انتظارات من هذه الحكومة هي انتظارات كبيرة ومتعددة، ومن بينها هو تنزيل وتنفيذ النموذج التنموي الجديد، وكذلك التركيز على القطاعات الحيوية اللي هي الصحة والتعليم وتشغيل الشباب. أن ينظر إلى قطاع الصحة نظرة فاعلة جيدة تصل بنا إلى تحسين هذا المستوى بالشكل المطلوب، إلى قطاع التعليم، إلى قطاع الصحة الرياضة، الى كل القطاعات. يكون شي تغييرات اللي غادي تقدر تزيد بالقدام لهاد البلاد، حيتاش بزاف ديال كاينين بزاف ديال الاحتياجات في هاد البلاد، يعني مثلا الصحه، التعليم، خاصهم بزاف ديال التغييرات اللي تقدر تعاون وتحدث واحد التغيير يكون ايجابي ان شاء الله. من ناحيه ديال انه الوزارات ملي كيكونوا قلال فكيكونوا واحد التركيز ديالهم كبير شويه على كل قطاع، يعني كل وزاره كتعطي الجهد ديالها كامل، ماشي بحال ماشي كيكونوا وزارات مشتتين فانهم راه ما كيكونش واحد التركيز، كيكون واحد التشتت من ناحية ديال الحكامة. هذه الحكومة إن شاء الله كنتظروا منها أنها تعطي الأهمية للقضايا الأمازيغية وتنفذ القانون التنظيمي ديال الأمازيغية اللي خرج مؤخرا في الجريدة الرسمية. الناس اللي جابوا جداد يجيبوا أفكار جداد، يجيبوا استراتيجيات جداد باش يبدلوا لنا الوضع اللي كاين في قطاع الصحة وقطاع التعليم، حيت هاد جوج القطاعات هما اللي مهمين في أي دولة. انتظارات المواطن هي انتظارات واسعة، ونتمنى إن شاء الله أن نرى الجديد مع هذه الحكومة وأن ترفع التحدي الذي ينتظره جميع المواطنين. 6 وزراء جدد في الحكومة الجديدة بعد إعادة هيكلتها، كفاءات جديدة تراعي تمثيلية النساء والشباب، من هم الوافدون الجدد على الحكومة في صيغتها الجديدة؟ ذلك ما يتضمنه تقرير عماد أمسمير.
البروفيسور خالد أيز الطالب وزير الصحة الجديد مسار مهني حافل قبل التعيين. هو مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ سنة 2018 ورئيس مصلحة الجراحة الباطنية بذات المركب الاستشفائي. انتخب سنة 2016 رئيسا لتحالف المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب. أهم حاجة اللي كتثير انتباه هي الكفاءة ديالو. أولا كفاءته كطبيب وكأستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة بفاس اللي يشهد بها الجميع، ولكن كذلك كفاءة مهنية في التسيير وتدبير المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس اللي يجعل منه مثال يحتذى به في المغرب وفي العديد من القطاعات على المستوى الدولي. كانت ببداية موفقة معاه. من النهار اللي عرفناه كان كيسهر على جميع الموظفين، كيسهر على جميع المرضى. الحمد لله عمرنا ما شفنا شي حاجة، أي حاجة احتاجيناها، أي حاجة احتاجها المريض كيوقف معاه. رهانات وزارة الصحة توفير الشروط الكفيلة لضمان خدمة صحية ذات جودة عالية، رهان أساسي للوزير الجديد في حكومة الكفاءات في صيغتها الجديدة. الرهانات كبيرة ولازم إن شاء الله بمجهود ديال الجميع ديال الأطر الصحية ولجميع الفعاليات سنتفادوا إن شاء الله بإذن الله هذه الصعوبات اللي كاينة، وأنا على يقين أنه الكفاءات موجودة إن شاء الله باش يمكن نتجاوز ونكون عند حسن الظن ديال صاحب الجلالة وحسن الظن ديال المواطن. فبالأولويات ديال الأولويات رغم الانتظارات اللي هي كبيرة كاين الأمور اللي كتعلق بالدرجة الأولى ديال المواطن، فبالتالي لازم باش يمكننا نمشيو عند المواطن ونحققوا له المطالب ديالو. احتفظت المرأة في الصيغة الجديدة للحكومة على حقائب وزارية مهمة، منهن نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. هي من النساء الرائدات في الدراسات الاستراتيجية والبرامج التنموية والقطاعية، حاصلة على شهادة الدكتوراه في البيئة والتنمية المجالية من المدرسة المحمدية للمهندسين. نحن معتزون بها لأنها حاملة لدكتوراه، وهي خريجة ديال المدرسة المحمدية للمهندسين، وهي كذلك حاملة لشهادة علمية من الجامعة، ولها مختلف الشواهد التي من الضروري أن تكون لتكون كفاءة متكاملة يمكن أن تتعاطى مع قطاع بكل أبعاده. أولوية العمل داخل القطاع للوزيرة الجديدة الخبيرة لدى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الحد من التفاوتات المجالية والترابية. احنا اليوم كوزراء جداد الهدف ديالنا الاول هو اننا نحافظوا ونحسنوا المكتسبات ديال بلادنا، وايضا اننا ندخلوا دم جديد ويكون عندنا واحد ايضا السرعه في ايجاد حلول الاشكاليات الكبيره اللي كتعرف لنا بلادنا، لا سيما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وجه نسائي يعزز الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تقلدت سلسلة من المناصب داخل شركة للتأمينات، كما فازت بجائزة الرئيس التنفيذي العام في المنتدى الإفريقي للمدراء التنفيذيين سنة 2018 بأبيجان. لا يمكنني أن أخسر خسارة ومؤهلة السيدة فتاح لأنها تفوت الحصر والتعداد، بالإضافة إلى مؤهلتها التقنية العالية في إدارة الأعمال وكفاءتها التي يشهد بها كل القطاع على مستوى تسيير المشاريع والنهوض بها وتحقيق أهدافها. امرأة المواقف صعبة لها قدرة هائلة لإيجاد الحلول للمشاكل في وقت المناسب، ورغم الصرامة ديالها تتلقى بالحب والاحترام للجميع لا في المغرب ولا في جميع الفروع في إفريقيا. تعزيز تنافسية القطاع ودعم وتحديث وتقنين المقاولات السياحية ورفع جاذبية قطاع الصناعة التقليدية ضمن الرهانات الأساسية للقطاع. تأبذل جميع المجهودات مع جميع الموارد البشرية المتواجدة بهذه الوزارة مع كل المهنيين والحرفيين وجميع الشركاء لكي نواكب هذه الاستراتيجية لهذا القطاع الاستراتيجي لدولتنا، ولنكون إن شاء الله عند حسن ظن جلالته نصره الله.
وجوه جديدة وشابة عززت حكومة الكفاءات في صيغتها الجديدة. محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني حاصل على الماستر في قانون الأعمال، تقلد عدة مناصب داخل حزب العدالة والتنمية، من بينها عضو مكتب شبيبة العدالة والتنمية ورئاسة اللجنة المركزية للمنظمة ورئيس فريق ومستشاري حزب العدالة والتنمية بجهة سوس مازع. اختيار الأستاذ محمد أمكراز لهذه المهمة الوزارية كيجي أولا الاعتبار أساسي اللي هو اعتبار الكفاءة وحاجة القطاع المعني. الوزير عنده القدرة على تطوير القطاع وعلى الأداء الواجبات اللي منوطة به. هو شخص يجمع بين الكفاءة المهنية، طيبوبة، البساطة، له قدرة رهيبة على الشغال، أكيد ستساعده في مهامه المستقبلية. رهانات كبرى في القطاع أبرزها خلق آليات جديدة في التكوين المهني ودعم التشغيل في صفوف الشباب. الشغل هو قطاع أساسي، قطاع حساس، قطاع مهم، وبالتالي الالتحاق ماشي التحاق صوري من أجل أننا نقول فقط راه الشباب كاين في الحكومة، لا، قطاع ديال الاشتغال وديال العمل. نتمنى إن شاء الله تعالى أننا نتفقوا فيه ونقدموا الأجود إن شاء الله تعالى اللي ممكن يزيد بهذا القطاع إلى الأمام. السيد حسن عبيابة وزير الشبيبة والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الجيوسياسية ودكتوراه وطنية في تدبير الموارد البشرية من جامعة محمد الخامس، وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. الأستاذ الدكتور حسن عبيابة أكاديمي محنك وأستاذ جامعي من نوع الرفيع، رجل خلوق بشوش متعدد التخصصات، وله دراية كبيرة ومعرفة عميقة بالمغرب بمؤهلاته بمعيقاته وأيضا بتحدياته. رجل اشتغل دائما وأبدا لصالح هذا البلد ولأبناء هذه البلد، وهو مناضل يعني مشهود له بكفاءاته مختلفة سواء سياسيا أو اجتماعيا. تقلد السيد حسن عبيابة منصب رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات الاستراتيجية، كما تمكن من نيل تكوينات في القيادة وإدارة التفاوض في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وأعتقد أن هذا الجمع بين هذا المجالين هو يدخل في استراتيجية جديدة جدا لتأطير الشباب من خلال الرياضة ومن خلال الثقافة ولخلق وعي جديد بالمكتسبات الوطنية وكذلك الإحساس بالمواطنة العالية والاستعداد بكل قوة وحزم وعزم كذلك على أننا نجعل من الرياضة والثقافة قاطرة للتنمية بالمغرب. السيد إدريس عويشة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حاصل على دكتوراه الدولة في اللسانيات والتربية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة سنة 86-900 و1000، تقلد العديد من المناصب من بينها المستشار في أميدس للدراسات العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدير تنفيذي للهيئة الجامعية الدولية دوسكولرشيب بين عامي 2007 و2008. الدكتور إدريس عويشة بعد دراسة بكالوريوس يعني ليسانس في جامعة محمد الخامس التحق بجامعة ويلز لتحضير ماجستير، ثم بعد ذلك بجامعة أوستن جامعة تكساس في أوستن لتحضير شهادة الدكتوراه في اللسانيات التطبيقية. له مسار طبعا أكاديمي في الميدان الذي يشتغل فيه، ثم التحق بالإدارة كعميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حيث قضى عدة سنين، ثم التحق بجامعة الأخوين كعميد لكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ثم بعد ذلك شغل منصب نائب رئيس جامعة الأخوين مكلف بالشؤون الأكاديمية. رهانات المرحلة: رفع التحديات بقطاع التعليم العالي والصمو بوظائفه واعتماد استراتيجيات هادفة لتحقيق نموذج تعليمي رائد ومتطور يتلائم مع مستجدات العصر. وهذه التحديات كبيرة، لكن ليس هذا بعزيز على قطاع يزخر بكفاءات عالية
إن على مستوى الأساتذة المؤطرين والأساتذة الباحثين أو على مستوى الإداريين على صعيد الجامعات أو في الإدارة المركزية. تعززت إذن الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها بستة وجوه جديدة، بعدما دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد إلى ضخ كفاءات جديدة ونخب قادرة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. أستاذ العبدي، إذن حكومة من أجل العمل الجاد تشتغل في إطار المسؤولية وفي إطار بعد الالتقائية وانسجام مع ما تضمنه خطاب العرش، إلى أي مدى يمكن استثمار هذه الروح الجديدة وهذه الهندسة الجديدة لبلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد؟ فعلا شكرا على هذا السؤال. الروح الجديدة هي جد مهم، هناك ثقافة جديدة، ميكانيزم جديد، يعني جد مهم، سيجب أن يكون محفز لهذه الحكومة، لأنها أولا الشروط كما قلنا بأنه تخلصت من تخلصت من البطء في التعامل مع المطالب، وهذا وبالتالي هذه النقط الإيجابية يجب أن تترجمها فيما يتعلق بالأداء، لأن المواطنين في الشهادات التي تتبعناها المواطنين يبحثوا عن إشباعات لرغبات أساسية، وصاحب الجلالة أكد على هذا جد مهم وقال أتألم حينما أشعر بأن هناك ولو مواطن واحد 1% لم يستفيد من نموذج التنموي، لم تصله الإشباعات. وبالتالي هذه الحكومة لها ثقافة جديدة، ميكانيزمات جديدة، ديناميكية جديدة، يجب أن وثقة جديدة جد مهمة، ثقة صاحب الجلالة، ولاحظت بأن مستوى ردود فعل المواطنين هي إيجابية بشكل كبير، يجب أن يستفيد من هذا التفاؤل من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين التي هي مطالب اقتصادية اجتماعية سياسية حقوقية في مجال المجتمع المدني، واللي من أجل الوصول إلى تلك الدينامية رد الفعل الإيجابي للمواطنين، وهو رد الفعل الذي سيظهر بشكل واضح حينما نتكلم عن الرهانات التي أشار إليها صاحب الجلالة في خطابه الأخير. نعم. وهنا أستاذ، ما هي أهم الرهانات المطروحة على الحكومة الجديدة بخصوص المرحلة القادمة؟ الرهانات الأساسية هي جد مهمة، وقد أشار إليها الخطاب، هو يحدد خارطة الطريق، يجب أن تكون هذا الخطاب بين أيدي وأعين وفي ذاكرة هذه الحكومة. صاحب الجلالة ركز على عدة مسائل ما تتعلق بالتنمية ونموذج التنمية وضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق الإشباعات وعدم التأخر والبطء في مواجهة الإشباعات، لكنه في خطابه ركز خصص جانب مهم حينما ركز على الرهانات متعلقة بثقة المواطن، وهذا شيء جد مهم أن يكون المواطنين يصبحوا أن نكتسب ثقة المواطنين في المجال السياسي، في المؤسسات السياسية، في المواطن بنفسه، في إمكانيته، في رغبته وقدرته على التحدي. هذا الجانب الأول هو متعلق برهانة الثقة. ثم هناك رهانة الانفتاح، أن ننفتح على الغير، أن ننظر إلى نماذج أخرى، أن نبحث عن النقط التي نجحوا فيها، أن نعرف كيف واجهوا هذه التحديات. هذا الرهان الثاني. الرهان الثالث هو الرهان الاقتصادي، لأن المغرب من ضروري أن يحقق نجاح في المجال الاقتصادي، وهو جد مهم، لأن الاقتصاد هو الذي يحقق إمكانية التنمية، وهو الذي يحقق إمكانية الانطلاق، لأن هناك باحث أمريكي سميتو ريشتو هو من ركز أساسا على مسألة الانطلاق من الخروج من وضعية الدول النامية إلى الدول طريق النمو إلى النامية، ويؤكد على ضرورة أن يحقق، هذا شرط أساسي، الحكومة يجب أن تكون هذا، أن تحقق نسبة التنمية من 7 إلى 9، ليس جوج ولا 3، يجب أن لا نفرح حينما تحقق حكومة 3%، يجب أن نحقق الشرط الأساسي من 7 إلى 9 لمدة 10 سنوات متوالية. إذن هذا هو الشرط الأساسي من أجل حقق الانطلاق الاقتصادي. الرهان الرابع الذي أشار إليه صاحب الجلالة هو العدالة الاجتماعية، العدالة المجتمعية، بالنسبة أن يستفيد كل المواطنين، أن يكون رد الإيجابي للسياسة العمومية أن تصل إلى المواطن، لأن المواطن هو الهدف. وصاحب الجلالة في خطابه يقول بأنه ينشغل بالمواطن وهو يخدم المواطن، والمخدوم هو الأساس. إذن يجب على الحكومة أن تدرس هذه النقطة وأن تسير على هدى ما أشار إليه صاحب الجلالة، وأن تجعل المواطن وإشباع مطالب المواطنين الأولويات. أستاذ عبد إله العبدي، نشكركم على هذه المعطيات. شكرا أستاذ. أعضاء من الحكومة في صيغتها الجديدة احتفظوا بمناصبهم الوزارية وعددهم 17 وزيرا. التقرير التالي يطلعنا على أهم محطات في مسار هؤلاء الوزراء. خديجة الجملي.
مصطفى رميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان بالمغرب، ورش محوري يشهد اعتماد مجموعة من البرامج والخطط الوطنية. السيد رميد سبق وشغل منصب وزير للعدل والحريات، كما عينه جلالة الملك سنة 2002 عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكان له مسار داخل المؤسسة التشريعية كبرلماني لثلاث ولايات متتالية. حاصل على الإجازة في الحقوق ودبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية، السيد المصطفى رميد من مواليد سنة 59-900 بناحية سيدي بنور بإقليم الجديدة. السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، وزارة بهيكلة متقدمة تضم هيئات الأمن والإنقاذ تشرف على تنزيل أوراش وطنية كبرى كالجهوية المتقدمة. السيد الفتيت سبق وشغل مجموعة من المناصب كوالي وعامل لصاحب الجلالة بعدد من أقاليم المملكة، وفي سنة 2010 عينه صاحب الجلالة رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة. السيد الفتيت تدرج في عدد من المناصب في المجال المالي والاستثمار وإدارة الموانئ بعدد من المدن. حاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس. السيد عبد الوافي الفتيت من مواليد سنة 67-900 بتفرست. السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة تعكس روح السياسة الخارجية للمملكة ورهانها على البعد الإفريقي كرافعة لتنمية القارة ومغاربة العالم باعتبارهم انشغالا حاضرا بقوة في توجهات المغرب. السيد بوريطة خبير شؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث كان كاتبا عاما لهذه الوزارة ووزيرا منتدبا بها، إضافة إلى شغله لعدد من المناصب العليا داخل أقسام هذه الوزارة. حاصل على الإجازة في القانون العام وشهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية والقانون الدولي. السيد ناصر بوريطة من مواليد سنة 69-900 بتونات. السيد محمد بن عبد القادر وزير العدل، والعدل وزارة تنخرط في تنزيل دستور المملكة وتطوير أداء مرفق العدالة. السيد محمد بن عبد القادر سبق وشغل منصب مدير التعاون وتطوير التعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية، كما تدرج في عدد من المناصب بهذه الوزارة، وكان كاتبا عاما مساعدا للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة وعضوا بالمجلس التنفيذي لمنظمة الإسيسكو. حاصل على شهادتي ماستر في علوم الاتصال والدراسات الدبلوماسية المعمقة. السيد محمد بن عبد القادر من مواليد سنة 61-900 بتطوان. السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة لها أدوار طلائعية في الإشراف على الشؤون الإسلامية بقيادة أمير المؤمنين وتمثيل صورة الإسلام السمح المعتدل الذي يميز المغرب والذي أسس لتجربة مغربية متفردة. السيد التوفيق شغل هذا المنصب منذ سنة 2002، وشغل قبل ذلك عددا من المناصب كمحافظ للخزانة العامة بالرباط ومدير معهد الدراسات الإفريقية ونائب لعميد كلية الآداب بالرباط وغيرها من المناصب في قطاع التربية والتعليم. السيد التوفيق يشارك في عضوية لجان تحرير عدد من المجلات والإصدارات العلمية. حاصل على الإجازة في التاريخ وشهادة السلك الثالث في التاريخ. السيد أحمد التوفيق من مواليد سنة 43-900 بمريغة بمنطقة الأطلس الكبير. السيد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، سبق وشغل منصب كاتب عام برئاسة الحكومة، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لإعداد تقرير الخمسينية. السيد الحجوي كان أستاذا جامعيا بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما شغل عددا من المناصب بوزارة الوظيفة العمومية ويساهم في إعداد العديد من التقارير والدراسات العلمية. السيد محمد الحجوي من مواليد سنة
45,900,000. السيد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وزارة أضحت تجمع بين قطاعين هامين يلتقيان في عدد من الملفات الكبرى التي تشكل رافعة لاقتصاد المملكة وجهود عصرنة وتطوير أداء الإدارة. السيد بن شعبون تبوأ العديد من مناصب المسؤولية بمؤسسات ومجموعات اقتصادية كالكونفدرالية الدولية للأبناك الشعبية والشبكة الفرنكوفونية تقنين المواصلات، وتقلد منصب عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضو بمجلس مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس. السيد محمد بن شعبون من مواليد سنة 56,900,000. السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وزارة بمخططات استراتيجية، مخطط المغرب الأخضر، مخطط أليوتيس وغيرها من التوجهات الكبرى التي يتم إنجازها بهدف عصرنة هذا القطاع والرفع من قدرته التنافسية. السيد عزيز أخنوش كان عضوا بمكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضوا متصرفا بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ورئيسا سابقا لمجلس جهة سوسمس درعا، وعضوا سابقا بمجموعة التفكير لدى جلالة المغفور لها الحسن الثاني، وانتخب رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2016، كما يرأس مجموعة اقتصادية تضم نحو 50 شركة. حاصل على دبلوم التسيير من جامعة شيربرك بكندا. السيد عزيز أخنوش من مواليد سنة 61,900,000 بتفراوت. السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وزارة تلتقي فيها الرهانات باعتبارها منطلقا لبناء الأجيال وإعدادها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية عبر إطلاق برامج تحديث منظومة التربية والتكوين. السيد أمزازي رئيس سابق لجامعة محمد الخامس بالرباط، وشغل منصب عميد كلية العلوم التابعة لهذه الجامعة، وعضو بعدد من اللجان الوطنية في مجال التعليم واللغات والثقافة، كما أسهم في عدد من الأنشطة البيداغوجية في مجال البحث العلمي بالمغرب وبالخارج، حاصل على شهادة دكتورة الدولة في البيولوجيا بباريس. السيد سعيد أمزازي من مواليد سنة 65,900,000 بصفرو. السيد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وزارة تتجه نحو التحديث ومواكبة المتغيرات الدولية وشروط المنافسة. السيد العلمي شغل عددا من المناصب داخل مؤسسات مالية بكندا ثم بالمغرب، كما أحدث شركته الخاصة في مجال الخدمات، وشغل منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنصب نائب رئيس الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، كما أطلق برنامجين خاصين بإحداث المقاولات، وهو أحد الأسماء المعروفة في الأوساط الاقتصادية بالمغرب، حاصل على شهادة في نظم المعلومات بجامعة شيربرك بكندا. السيد حفيظ العلمي من مواليد سنة 60,900,000 بمراكش. السيد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وزارة ترتبط بمختلف الأوراش الاقتصادية التي تشهدها المملكة. السيد عمارة شغل منصب أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، ومستشار علمي سابق للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد، نائب برلماني منذ سنة 2002، ورئيس سابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حاصل على الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. السيد عبد القادر عمارة من مواليد سنة 62,900,000 بمدينة بوعرفة.
السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع أساسي لتنمية الاقتصاد وحماية الثروة البيئية والتعريف بسياسات المملكة الرائدة في مجال حماية البيئة. تدرج في عدد من المناصب بالوظيفة العمومية في مجال أنظمة المعلومات، كما اكتسب تجربة وطنية ودولية عبر عضويته في عدد من اللجان والهيئات العربية والأممية، كما شارك في عدد من الندوات العلمية الدولية، حاصل على دبلوم مهندس محلل من معهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي وماجستير في هندسة البرامج بجامعة لافال بكندا. السيد عزيز رباح من مواليد سنة 62-900 بسيد قاسم. السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وزارة في قلب انتظارات المجتمع، برامجها مرتبطة بانشغالات أفراده. للسيدة المصلي تجربة كنائبة برلمانية وعضو داخل مجموعة من اللجان الوطنية والدولية، وتجربة جمعوية داخل عدد من هيئات المجتمع المدني، كما شغلت عددا من المناصب الحكومية، حاصلة على الدكتوراه في تخصص الفكر والحضارة. السيدة جميلة المصلي من مواليد سنة 69-900 بوزان. السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، شغل العديد من المناصب والمسؤوليات داخل مؤسسات عمومية، كما شغل منصب مدير الخزينة والمالية الخارجية ومنصب الكاتب العام لوزارة المالية والخوصصة. السيد لودي عضو بمجموعة من مجالس هيئات ومؤسسات وطنية. السيد عبد اللطيف لودي حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية وشهادتين للدراسات العليا في الاقتصاد. السيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، شغل هذا المنصب منذ سنة 2017، وشغل قبل ذلك منصب الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وسنة 2006 عينه جلالة الملك واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، وسنة 2003 عينه جلالة الملك مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية. حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة ودبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق. السيد نور الدين بوطيب من مواليد سنة 57-900 بمدينة الدار البيضاء. السيد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. السيد الجزولي خبير في الشؤون الاقتصادية بالقارة الإفريقية، شارك في عدد من الدراسات حول المشاريع التي أطلقها المغرب بإفريقيا، صاحب خبرة في مجال الاستشارات على مستوى القارة، ومؤسس لشركة متخصصة في المجال، حاصل على دبلوم من جامعة باريس التاسعة. السيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تترأس السيدة الوافي منتدى الكفاءات المغربية في الخارج، كما كانت عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتقلدت السيدة الوافي عددا من المناصب الجامعية بإيطاليا. السيدة نزهة الوافي من مواليد سنة 71-900 بقلعة سراغنة. بالعودة إلى موضوع افتتاح السنة التشريعية، رهانات عديدة مطروحة أمام المؤسسة البرلمانية ساعات على افتتاح الدورة الخريفية تطرح تساؤلات عدة حول تفاعل البرلمان الناجع ومواكبته للمرحلة الجديدة التي ستعرفها بلادنا لتحقيق التنمية الشاملة، وخاصة التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب كمرجع وكخطة طريق أساسية للعمل التشريعي والحكومي على حد سواء. زوبر برقاش ويسلم عزي. رهانات مطروحة أمام المؤسسة التشريعية في افتتاح الدورة الخريفية غدا. الفرق البرلمانية ستعمل على استثمار الزمن التشريعي والتفاعل مع التوجهات الملكية السامية. نحن كأغلبية سوف ننكب واحد الشكل اللي هو فعال وقوي على تفعيل وتنزيل كذلك وبلورة جميع التعليمات ومضامين الخطب الملكية السامية
الداعية إلى إما لمواصلة الإصلاحات الأوراش الكبرى المفتوحة أو لمباشرة الإصلاحات الجديدة المستقبلية كمثلا النموذج التنموي الجهوية المتقدمة، القانون الجنائي كذلك. مناقشة ودراسة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وإغنائه بمقترحات وأفكار تجعل منه وثيقة ذات نفس اجتماعي تعكس طموحات فئات عريضة من طبقات المتوسطة والفقيرة، إضافة إلى كون هذه الدورة تشكل دفعة قوية لمجلس النواب لتقوية الدور الرقابي للبرلمان على أشغال الحكومة والتأكد من تنزيلها للتوجهات الملكية السامية. المعارضة من جانبها تؤكد على الدور المنوط بالبرلمان في مراقبة العمل الحكومي لتنفيذ السياسات العمومية والدفع في اتجاه تجويد العمل التشريعي. الآن خصنا كفاءات معقولة جادة اللي هتساهم في المعالجة ديال القضايا الكبرى، ولهذا احنا كحزب المعارضة تنادي وتنطلب وسبق لنا طلبنا غير ما مرة أن الحكومة تتعامل بجدية أولا مع الخطاب جلالة الملك، ثانيا مع الإرادة والمطالب الشعبية. التقرير الأخير ديال المجلس الأعلى للحسابات، وهنا كيجي المبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو الأسئلة الكبرى احنا كمعارضة كنطرحوها، ما الغاية من هذه التقارير إذا لم تربط يعني بالمساءلة؟ وكذلك هذا التعديل كيجي يعني في ظل القانون المالي، واش هذا القانون المالي بطبيعة الحال غادي يجاوب على الانتظارات ديال المغاربة؟ دورة خريفية برهانات متعددة، لحظة لمختلف الفرقاء السياسيين والاقتصاديين للرقي بالعمل التشريعي والتوافق على نصوص تشريعية قادرة على تقوية التماسك الاجتماعي والإقلاع التنموي. ننتقل بكم الآن إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث ذكر الأمين العام الأمم أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية المقدم إلى مجلس الأمن بمرتكزات الموقف المغربي بخصوص هذا النزاع المفتعل، مجددا التأكيد على معايير الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أخرى في تقرير محمد رضا العبيدي. حل سياسي عادل دائم ومقبول من قبل الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أمر ممكن، لكن ذلك سيتطلب التزاما صارما من قبل الجميع حتى متم العملية السياسية. تأكيد تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، وفيه تأكيد على معايير الحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارين 2440 و2468 اللذين يكرسان دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نزاع مفتعل، عاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للتذكير بمرتكزات الموقف المغربي بخصوصه. موقف ثابت يجد صدى له في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، وفيه أكد جلالة الملك على انخراط المملكة الثابت والصادق في العملية السياسية حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. أما المسلك الوحيد للتسوية المنشودة فلن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن بأنها جدية وذات مصداقية، وذلك منذ تقديمها سنة 2007. جهود كانت أيضا محط إشادة من قبل العديد من الدول الإفريقية بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في مراكش، محطة توجت باعتماد إعلان يجدد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل لهذه القضية. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عاد ليسلط الضوء على ما تعرفه منطقة الجرجارات من تزايد الأعمال المزعزعة للاستقرار التي ترتكبها البوليساريو، لما تنطوي عليه من تهديدات حقيقية وخطيرة للمسار السياسي وللأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وأمام هذا الوضع تحذير من غوتيريش للبوليساريو ودعوة إلى احترام سيابية حركة العبور التجارية وتنقل الأشخاص والعربات في الجرجارات. جانب آخر وقف عنده الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، التعاون الكامل للمغرب مع بعثة المينورسو.
غوتيريش أكد أنه بفضل تعاون القوات المسلحة الملكية استطاعت بعثة المينورسو حل جميع القضايا العالقة منذ تقريرها الصادر شهر أبريل والتوصل إلى حلول نهائية ومقبولة من طرف المغرب والمينورسو على حد سواء. تعاون مغربي يقابله استمرار رفض البوليساريو عقد اجتماعات مع المسؤولين المدنيين والعسكريين للبعثة في الرابون بالجزائر وفقا للممارسة الراسخة منذ سنة 91-900 و1000. الأمين العام للأمم المتحدة لم يرضخ للابتزاز والمناورات اللامسؤولة وغير المقبولة للبوليساريو ووبخها بشدة على سلوكها المعرقل الذي يشوش على أداء البعثة الأممية ويعيق تنفيذ ولايتها. سلوكات معرقلة للبوليساريو تساهم في خلق وضع هش تعيشه منطقة الساحل والصحراء. وهنا يحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الهجمات الإرهابية تظل خطرا حقيقيا في المنطقة حيث ثبت بالملموس تواطؤ العديد من الجماعات الإرهابية مع الحركات الانفصالية في هذا الفضاء وهو ما أكدته تقارير وتحذيرات دولية آخرها ذلك الذي صدر من وزارة الخارجية الأمريكية حينما أعلنت عن تورط عضو سابق في البوليساريو أصبح قائدا للتنظيم الإرهابي في هجوم على دورية أمريكية نيجيريا مشتركة. وضع متوتر هناك ووضع يتسم بالهدوء في الصحراء المغربية معطى ورد في تقرير الأمين العام الذي أكد أن استثمارات المغرب في الأقاليم الجنوبية متواصلة بما يعود بالنفع المباشر على ساكنة المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها. وهو ما أكده ليس فقط المبعوث الشخصي السابق للأمين العام السيد هورست كولر الذي زار المنطقة لكن أيضا بعثة المينورسو التي تحدثت عن مواصلة الاستثمار بكثافة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية. تأكيدات تلو الأخرى تكشف وبما لا يدع مجالا للشك عن مسار تنموي في الأقاليم الجنوبية تتضح معالمه يوما بعد آخر. 10 أكتوبر هو اليوم الوطني للمرأة وبهذه المناسبة نتوقف عند المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق النساء من بينها القانون الجديد المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في سياق ضمان كرامة المرأة المغربية وفق ما ينص عليه دستور المملكة من مساواة بين الجنسين. رضا عماو، حمزة السايح ومحمد تونين. تلعب المرأة رفقة الرجل دورا حيويا وفعلا في بناء المجتمع، فهي بمثابة البذور التي تنتج ثمارا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها. دور المرأة في المجتمع مرتبط بإعطائها حقوقا لضمان كرامتها، حقوق قد تجهد بانتشار ظاهرة العنف ضد النساء. فبعد سنة من المصادقة عليه من طرف مجلس النواب قانون 133 والذي جاء بنصوص جديدة أبرزها إنزال عقوبات زجرية جديدة وأيضا الإقرار بمجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي عن طريق تغييره وتتمينه، إلا أن هذا القانون لا يستجيب لتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية. وكل إشكال اللي كاين يعني رغم أن القانون الجديد يعني جاب مستجدات وجاب يعني إيجابيات ولكن كيبقى مشكل ديال التفعيل وهادشي كنلاحظوه يعني حنا كنلاحظوه من خلال تجربتنا في النساء اللي كنرافقوهم وكنواكبوهم يعني وكنوجهوهم وكتمشي للمحكمة مثلا وكترجع عندك يعني كترجع عندك نقطة انطلاق. أنا خلاني بغاني نهار الاول هكا وقالك في الاخر ما بغيتكش بغيتك انا تكوني صحيحه ما بغيتكش هكا. انا ممرض ما عقلش عليا كيبان لي غير انتحار صافي. وقفت تعرف اجني وقفت وقفت انا ما عندي لا ولاد لا رجل لا امي لا با وكنضرب على 1500 درهم في الشهر باش نخلص الكر ونعيش في المقا وفي الحلال ومستوره ونقيم على الله. انتشار الظاهر على الصعيد الوطني تقدر ب 54% وتنقسم إلى قسمين، فبالوسط الحضري تصل النسبة إلى 55% فيما في الوسط القروي تصل إلى 51%. النساء التي تتراوح أعمارهن ما بين 25-29 الأكثر عرضة للعنف بما نسبته 59% وفق معطيات قدمتها وزارة الأسرة والتضامن في إطار البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء. نسبة انتشار العنف ضد النساء اللي وصلت الآن إلى 54.4
حيث أنه تنوجده في الفضاء المهني، الفضاء المدرسي، الوسط الزوجي كذلك غير آمن، على اعتبار أن 52.4% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف. هناك بروز أشكال جديدة مع التطور التكنولوجي ومع يعني الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. احنا كنا نطالب بقانون إطار، قانون كامل ومكمول يجرب العنف ضد النساء، في حين جاء عبارة عن أجزاء من القانون الجنائي المغربي اللي احنا كفدرالية رابطة حقوق الإنسان نطالب الآن ونقدم مذكرة ديالنا وتنترفعوا من أجل ملائمته مع القوانين الدولية اللي وافق عليها المغرب. العنف في الوسط الزوجي يصل إلى 52%. النساء البالغات ما بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف في الأماكن العمومية. العنف الإلكتروني يشكل 71% من أفعال العنف الممارسة إلكترونياً. أبرز مكتسبات القانون 113 والمتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء عقوبة زجرية جديدة، الإقرار بمجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي عن طريق تغييره وتتمينه، الضرب والإيذاء، العقوبة تصل إلى المؤبد حسب الحالات المنصوص عليها في الفصلين 402 و403، زيادة على الطرد من بيت الزوجية والتحرش الجنسي. حضور وزن للمرأة المغربية على الصعيد القاري والدولي مكنها من تحقيق إنجازات رائدة حظيت باعتراف دولي في مختلف الأوساط المهنية. النموذج لهذا البورتري عن السيدة إحسان بن يحيى أستاذة التعليم العالي لطب الأسنان الجراحي التي انتخبت خلال الشهر الماضي رئيسة للفيدرالية الدولية لطب الأسنان. سعيد الإدريسي وأحمد حمري. الأستاذ أحسان بن يحيى أستاذة التعليم العالي لطب الأسنان مديرة مركز علاج الأسنان التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد انتخبت شهر شتنبر الماضي كأول امرأة عربية وإفريقية رئيسة للفيدرالية الدولية لطب الأسنان، تتويج يترجم المسار المهني والعلمي للأستاذ بن يحيى ويعكس المكانة الهامة التي أصبحت تحتلها المرأة المغربية جهويا قاريا ودوليا. هذا التتويج هذا جاء بعد عمل ديال سنوات متواصله، وهذا التتويج هو افتخار للمغرب وكيزيد يرخص الأهمية اللي عطى سيدنا الله ينصره للمرأة المغربية في عدة مجالات وخاصة حتى في مجال الطب وطب الأسنان خاصة. شرف كبير باش المغرب يكون هو اللي حظى بهاد المكانة في الفيدرالية الدولية لطب الأسنان، وهذه بحال قلت لك أول مرة. ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمرأة محطة للوقوف على إنجازات وطموحات النساء المغربيات واستحضار الكفاءة النسائية الوطنية اللواتي اقتحمن بنجاح كل المجالات. كلمس يوميا اللي وصلت له المرأة المغربية في إطار العمل ديالنا في كلية طب الأسنان، لأن كنشوفوا تبارك الله النساء المغربيات طبيبات الأسنان والأستاذات الجامعيات عندهم واحد الكفاءة كبيرة، وأكبر مثال على هذا هو انتخاب الأستاذة إحسان بن يحيى على رأس الفيدرالية الدولية لطب الأسنان. احتفلوا باليوم الوطني للمرأة اللي هو يوم اللي تحتفل بالمرأة بالذات ديالها، والتي برهن بأن المرأة ولات عندها قيمة في المجتمع المغربي، بحيث بأن المرأة ولات عندها مناصب مهمة ولات تبين البراعة ديالها في جميع المجالات. وتعد السيدة إحسان بن يحيى نموذجا للمرأة المغربية التي تمكنت من تحمل المسؤولية بكل كفاءة ومهنية وتعزيز انخراطها في البناء التنموي لبلادنا. وفي اليوم الوطني للمرأة دعوة من فاس إلى تنفيذ تدابير تعزز دور النساء القاضيات بإفريقيا في إطار فعالية الندوة الإقليمية الأولى لقاضيات إفريقيا التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مدى 3 أيام بالعاصمة العلمية للمملكة. بوجمع الحفاوي ومصطفى الزاهري. نحو 500 امرأة قاضية تنتمين ل30 بلدا إفريقيا جئنا للمشاركة في هذه الندوة التي تمحورت حول الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقية. إنها المرة الأولى التي تجتمع فيها قاضيات من إفريقيا وبحضور دولي وازن لعدد من القاضيات من القارات الخمس يشاركن المرأة المغربية احتفالها بيومها الوطني.
يؤكد أولا على انخراط المجلس في الرؤية الاستراتيجية لصاحب جلالة للنهوض بوضعية المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة. اليوم لقاء نؤكد فيه على النموذج المغربي في تطوير العدالة في صيغة التأنيث. أيضا لقاء يؤكد على انخراط المجلس على السلطة القضائية في مقاربة يعني السياسة القضائية أو ما يسمى بالدبلوماسية القضائية في البعد الإفريقي. هذه الندوة موضوعها هو الضمانات المهنية والاجتماعية للمرأة القاضية الإفريقية، وذلك يدخل في إطار محاربة القوانين التمييزية ضد المرأة. لذلك سوف يتم عرض تجارب المحاكم الإفريقية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء لإبراز الدور الريادي للمغرب في القارة الإفريقية والتعاون المثمر في مجال العدالة ومناقشة قضايا رهينية من قبيل القوانين التمييزية التي تعيق عمل المرأة القاضية داخل المحاكم. المغرب بلد جميل وطقسه رائع. تنظيم جيد لهذه الندوة التي تناقش عدة مواضيع لمعالجة مشاكل المرأة القاضية المتشابهة في إفريقيا. مهم جدا أن يكون للمرأة صوتها. وتشكل هذه التظاهرة من للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاستعراض النموذج المغربي في سبيل النهوض بوضعية المرأة القاضية واستحضار المنجزات والخطوات التي قطعتها المملكة المغربية لتكريس قيام المجتمع الحداثي القائم على المساواة والمناصفة والحرية والكرامة. وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط هذا المساء حفل تسليم جائزة التميز للمرأة المغربية في دورتها الخامسة. الدورة خصصت للإبداعات الفنية التي تدعم قضايا المرأة. وفاء اليعقوبي وسعيد إجاسي. المرأة المغربية المبدعة تنصف في الدورة الخامسة لجائزة تميز المرأة المغربية، وتخصص لها 3 جوائز قيمتها الإجمالية 300,000 درهم. الجائزة الأولى كانت من نصيب أسماء هوري عن مجموعة مسرحيات وضعت المرأة في صلب اهتمامها، قيمتها المالية 130,000 درهم. فرحانة بزاف وسعيدة بهذا التتويج اللي يمكن غيكون محفز أكثر للعمل ويعني مواصلة العمل بجد وإخلاص في هذا الميدان. فيما عادت الجائزة الثانية إلى المخرج محمد عهد بن سودة عن فيلمه خلف الأبواب المغلقة، إنتاج مشترك مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. القيمة المالية للجائزة 100,000 درهم. الفيلم درته باش نخدم واحد القضية وفي نفس الوقت نخدم هذه القضية ونوفر فرجة سينمائية. جوج ديال الناس أو جوج ديال الهيئات مهمة أمنت بالفكرة وشجعتها وهي الآن كتتوج. من خلال هذا المنبر كنوجه لهم الشكر، أولا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والمركز السينمائي المغربي. وعادت الجائزة الثالثة للشاعرة وداد بن موسى التي كرست جانبا مهما من أشعارها للمرأة ومعاناة النساء، وقيمتها المالية 70,000 درهم. هي المبادرات من شأنها أن تقوي عزيمة المرأة، أن تجعلها تخطو نحو الأمام لتحقيق آمالها وأحلامها، وهو تتويج لمسارات في مختلف الميادين. جائزة تميز المرأة المغربية تنفتح هذه السنة على مجال الإبداع الفني. الجوائز خصصت للإبداعات الفنية التي تدعم قضايا المرأة. الحمد لله المرأة المغربية اليوم أصبحت مساهمة عاملة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، وكتساهم بطريقة عبقرية، لكن كثير من النساء اللي كيساهموا خص التعريف بهم وخص نعترفوا بالجهود ديالهم. المرأة المغربية تستحق كل تشجيع وكل تقدير وتتمين، وهذا ما هو إلا جزء من هذا التتمين الذي تستحقه المرأة المغربية.
انكبت على دراسة الترشيحات لجنة تحكيم تضم أعضاء لهم باع وتجربة في المجال الثقافي والفني والسمعي البصري. القيمة المضافة اللي غادي يمكن يجيبها هذا الشيء كله هو أنه يقدر يفرز لنا واحد الجيل جديد من الفنانين اللي غادي يكونوا مؤثرين، اللي غادي يخلي أن النظرة للمرأة تغير، أن الوضعية ديال المرأة تزيد للقدام. الشركة الوطنية لإذاعة الفزكة دائما شارك لهذه الجائزة ديال التميز، اللي هي كتكرم واحد القوة نسائية اللي هي حاضرة في البلاد ديالنا، وهي القوة الآن اللي كتعمل على تقدم البلاد. هذا العام الجائزة كتمنح للنساء المبدعات والإبداع بصفة عامة اللي كيخدم القضايا ديال المرأة. وتخللت الحفل وصلات غنائية وموسيقية أتحفت الجمهور الحاضر الذي تموج مع إيقاعاتها وكلماتها الراقية. أخبار المال والأعمال ضمن الفقرة الاقتصادية ومع ياسر العمراني. مساء الخير ياسر. مساء الخير نادية. إذن أبرز محور يتصدر الاقتصادية هذا المساء محافظة المغرب على مركزه في مؤشر التنافسية العالمية. إذن نادية، حافظ المغرب على المرتبة نفسها المحصلة السنة الماضية ضمن مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بحلوله في الرتبة 75 دوليا، حاصلا على معدل 60 نقطة ومتصدرا دول المنطقة المغاربية. المؤشر يدرس إمكانية البلاد في عدد من القطاعات تهم التمكين المؤسساتي ورأس المال البشري والأسواق وكذلك النظام البيئي. وقدر المنتدى معدل نمو الناتج المحلي للمملكة خلال السنوات العشر الماضية ب 3.1%، فيما قال إن حصة استهلاك الطاقات المتجددة تناهز 11.3%. في خبر آخر، توقع البنك الدولي أن ينتعش نمو الاقتصاد المغربي تدريجيا ليبلغ متوسطا قدره 3.3% على مدى الفترة 2020-2021. وعزت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الأخير هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث، حيث تتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع صناعة السيارات وأيضا إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة. سجلت كمية منتوجات الصيد الساحلي والتقليد المفرغة على مستوى نقاط التفريغ والموانئ المتواجدة بالسواحل المتوسطية ارتفاعا بنسبة 9% مع ما تم غشت الماضي. وأفادت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن كمية منتوجات الصيد الساحلي والتقليد المفرغة على مستوى نقاط التفريغ والموانئ المتواجدة بالسواحل المتوسطية بين يناير وما تم غشت الماضي بلغت 17,176 طنا عند متم الشهر. نظمت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بالتعاون مع جهة الدخل وادي الذهب ندوة صحفية لتقديم النسخة الرابعة من منتدى الأعمال المغربي الفرنسي الذي يهدف إلى إبراز المؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها الجهة. إبراهيم أفاق ومحمد العروي. هي ندوة صحفية لتسليط على منتدى الأعمال المغربي الفرنسي الذي ستحتضن مدينة الداخلة في نسخته الرابعة في الفترة ما بين 23 و25 من الشهر الجاري. المنتدى وحسب الجهة المنظمة يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي وتسليط على جهة الداخلة وادي الذهب وتشجيع الاستثمار فيها بناء على المؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تتوفر عليها والمساهمة في ترويج وتعزيز هذه الجهة كقطب اقتصادي تنافسي على مستوى المملكة. وهذا المنتدى هو فرصة سانحة لرجال الأعمال الفرنسيين، رجال الأعمال المغاربة ورجال الأعمال الأفارقة من أجل التوجه إلى جهة الدخل وادي الذهب واكتشاف كل فرص الاستثمار من قريب.
وتنظيم لقاعات بي تو بي يعني ثنائية مع مستثمرين محليين. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب تسعى لمصاحبة التنمية بجهة الدخل وادي الدهب تفعيلا لتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب والانفتاح على القارة السمراء. ومن المنتظر أن تتخلل أشغال النسخة الرابعة لمنتدى أعمال المغرب الفرنسي توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمجالات السياحة والصيد البحري والفلاحة. قدمت شركة إيرباص حصيلة عملها بالمغرب وبالقارة الإفريقية وذلك خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء. الشركة أكدت على أهمية مجال صناعة الطائرات بالمنطقة والإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال. والمتابعة رفقة سارة كثير وأحمد الحمري. تأكيدا للمكانة البارزة للمملكة المغربية في مجال صناعة الطيران، شهد الفرع الصناعي لمجموعة إيرباص والصانع لهياكل ومكونات الطائرات التجارية زيارة ميدانية للفرع المتواجد قرب مطار محمد الخامس الدولي والذي ينتج قطع غيار إيرباص 320 330 و350 وهي الأجزاء الأولى من المواد المركبة العالية الدقة التي تصنع خارج القارة الأوروبية. بمناسبة الذكرى الخمسينية لحضور مجموعة إيرباص ومجموعة ستيليا في المغرب، وكتعرفوا أنهم حاضرين بجوج ديال الشركات، شركة ستيليا المغرب اللي تأسست في عام 1951 واللي طورت العمل ديالها، وشركة أكام اللي تأسست اللي انطلق العمل بها في 2014 والتي يبلغ مجموع يفوق مجموع العمال فيهما 1000 عامل. وحنا كنبذلوا كل جهدنا لرفع المستوى خبرة العمال والكفاءات ديالهم ونساهموا في تطوير الصناعة والاقتصاد في بلادنا، وذلك بكسب رهانات مهمة فيما يخص السلامة والجودة والتطور التكنولوجي. الوحدة الصناعية إلى جانب استثمارات أخرى في قطاع صناعة الطيران أصبحت تعزز من قدرة المغرب على تطوير المعرفة في هذا المجال وبناء كوادر فنية مؤهلة علميا ومهنيا ومعتمدة من جهات مختصة، وبفضلها أصبح المغرب محطة لأبرز الشركات العالمية في مجال الاستثمار في صناعة الطيران بعد أن وفر أرضية صلبة لهذه الصناعة في ظروف تنافسية. ارتفع عدد سياح الوحدات الفندقية المصنفة بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من السنة الحالية بنسبة 8% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وزار المدينة ما يفوق 5 ملايين سائح. أما فيما يتعلق بمعدل الإقامة ما تم شهر غشت فقد بلغ نسبة 64% بدل 59% خلال نفس الفترة من سنة 2018، في حين ارتفعت ليالي المبيت إلى 3.2% بالمقارنة مع نفس الفترة الممتدة من يناير إلى غشت من سنة 2018. الآن في الخبر الاقتصادي الدولي، ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف بدعم من أسهم الشركات المصنعة للسلع الفاخرة، إلى أن التوتر ما زال مستمرا بعد أنباء متضاربة حول المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي ب 0.1% وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي ب 0.4% ليقود موجة الصعود. أما الآن فنتابع نسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات.
نسب أسعار النفط. تنتهي اقتصادية هذا اليوم ونعود الآن إلى نادية. شكرا لك ياسر. ونواصل بقضايا التربية تحت شعار برامج الفرصة الثانية في صلب مدرسة الإنصاف والمواطنة. أعطيت اليوم انطلاقة برنامج التربية غير النظامية والذي يمنح العديد من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة الفرصة لاستدراك تمدرسهم وبالتالي الاحتفاء بالمتميزين منهم. أحمد العلوي وحمزة السايح. بثبات وثقة في النفس تقدم نهيلة إحدى المستفيدات من برنامج فرصة ثانية شهادتها حول مساهمة هذا البرنامج في تغيير مسار حياتها بعد مواصلة مشوارها الدراسي وحصولها على شهادة البكالوريا بامتياز. أنا متلمذ اللي كانوا مقاطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات وبفضل برنامج التربية غير النظامية الفرصة الثانية قدرت أنا نندمج في التعليم العادي والحمد لله أنا حصلت على شهادة البكالوريا بمعدل 17.33 بشعبة العلوم الفيزيائية ودابا كنكمل قرايتي وكنطمح أنني نتفوق كما بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. برامج التربية غير النظامية تستهدف خلال الموسم الحالي 71,000 من اليافعين غير المتمدرسين ولدعم هذا البرنامج تم توقيع 46 اتفاقية مع جمعيات المجتمع المدني لافتتاح مراكز جديدة. اليوم البرنامج ديال 19-20 هو 31 مدرسة الفرصة الثانية من الجيل الجديد وإن شاء الله في إطار برنامج وطني ديال 80 مؤسسة في أفق 2021-2022 وهذا الرقم هو اللي الرقم اللي تم الالتزام أمام صاحب جلالة نصره الله لتحقيقه في أفق هذا 2021-2022. دعم قطاع التربية بالمغرب وخاصة الممول من طرف البنك الدولي عطيت انطلاقته أيضا خلال هذا اللقاء والذي استعرض برامج ومكونات دعم هذا البنك لقطاع التربية والذي يصل إلى 500 مليون دولار. يشكل اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يخلد في 10 أكتوبر من كل سنة مناسبة للتوعية بمشاكل الصحة النفسية وبذل مزيد من الجهود لدعمها والاهتمام بها. بالمغرب يعرف هذا التخصص نقصا مهما على مستوى الموارد البشرية الطبية المتخصصة بمعدل أقل من طبيب لكل 100,000 نسمة. عبد الحميد جبران وعدنا الهرس. الأمراض النفسية والعقلية باتت من أمراض العصر الأكثر انتشارا بالعالم وبالمغرب لا يختلف الوضع كثيرا حيث الطلب على العلاج النفسي في تزايد مستمر مقابل خصاص مهم على مستوى الموارد البشرية المتخصصة من أطباء ومعالجين نفسيين وكذا من باقي التخصصات شبه الطبية ذات الصلة. ماشي بأن ناقص الأطباء النفسيين ما كاينينش بزاف حيت ما عندناش هاد الأمراض النفسية، بالعكس عندنا كثير هاد الأمراض النفسانية وبزاف الناس خاطئين تسحبوا بأن المرض النفسي ما كاينش بزاف في المجتمع المغربي. هو المرض كثير وغادي تكثر والمنظمة العالمية للصحية تقول بأن في 2020 الاكتئاب غادي يكون هو في الدرجة الثانية ما بعد الأمراض القلب والشرايين. خصاص يهم بدرجة أكبر المستشفيات العمومية وتزداد حدته مع تمركز أغلب الأطباء النفسيين بالمملكة في محور الرباط والدار البيضاء. بالنسبة للأطباء الاختصاصيين العدد الحالي تقريبا 320 طبيب مختص وهذا كيمثل تقريبا 0.65 طبيب نساني لكل 100,000 نسمة. لتدارك هذا الخصاص يجب تكوين تقريبا 130 طبيب نساني. وبالنسبة للوزارة كان عندها كهدف 30 طبيب نساني في كل سنة. ويبقى الرفع من عدد الموارد البشرية الطبية المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية وتعزيز حضورها داخل المستشفيات العمومية من أهم أهداف مصالح وزارة الصحة وذلك للوصول إلى المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة.
في سياق اهتمامه بالموروث الثقافي لمنطقة طاطا، قام الأمير البريطاني ريتشارد دوق غلوسيستر وعضو جمعية الأثريات اللندنية بزيارة تفقدية لقرية تزمودين بالإقليم، زيارة هدفها الاطلاع على عمليات الترميم التي تجري بمعلمتين تاريخيتين بالمنطقة، إضافة إلى الوقوف على خصوصية البنايات التاريخية بإقليم طاطا. لطيفة بن حليمة وعبد الفتاح الزوين. إقليم طاطا يعتبر واحدا من أقدم مراكز العمران البشري في المغرب، يتميز برصيد أثري غني يقف شاهدا على تاريخه الحضاري العريق. ومن أبرز تلك المآثر التاريخية المباني القديمة كالقلاع والحصون أو ما يعرف بإيغودار، وهي بنايات عريقة كانت تستعملها الأسر لتخزين مدخراتها. التاريخ ديالو تقريبا ما يقارب حنا التاريخ اللي عندنا اللي مكتوب عندنا دابا في تاريخ 972 سنة، ولكن هو واجد قبل من هذا التاريخ، وفيه 366 بيت، هو من أربعة طبائق. والحمد لله هذا قدر حنا دابا حيا فينا واحد الروح، وكنتمنى إن شاء الله تكمل الترميم ديالو، لأن القبيلة غتستفد منه من جهة السياحة. معلمتان تاريخيتان بجماعتي أقيغان وأكينان طاطا تخضعان حاليا لعملية ترميم حفاظا على رمزيتهما وخدمة لساكنتي المنطقة، وذلك بدعم من الصندوق العالمي للتراث في سان فرانسيسكو. بغينا ماشي غير نديرو ترميم ديال الحق ونخدمو مع الناس ديال المنطقة، والحمد لله لقينا ناس في المستوى، بغينا حتى هاد البناية ما تمشيش ما تضيعش. إذن دابا بدينا تحسيس مع الدراري، بدينا كنخدموا مع العيالات حيت حتى هما عندهم ما يقولوا، وكنخدموا مع الناس اللي غادي من بعد يصوبوا الديور ديالهم، ما يختاروش هذاك السيمون ولا يفكروا على المستقبل، يختاروا الأدوات ديال المنطقة هي الأولى. ندعم هذا المشروع لأنه مهم بالنسبة لساكنة المنطقة. الثقافة الأمازيغية رافد مهم في الهوية المغربية، ولابد من دعم هذه المبادرات سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني. الساكنة المحلية تنتظر من عملية الترميم أن تعيد الاعتبار لعدة مآثر طالها النسيان، كما تأمل في إعطاء نقلة نوعية للمنطقة من الناحية السياحية. انطلقت بوجدة فعاليات المعرض المغاربي للكتاب المنظم من طرف وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق. الدورة تجمع ثلة من العارضين والمثقفين من دول المغرب العربي وأوروبا، مع مشاركة دولة الكاميرون كضيف شرف. بديع زخنيني ورشيد العتبي. بمدينة وجدة وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، انطلقت فعاليات المعرض المغاربي للكتاب المنظم من طرف وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق تحت شعار الإيصال في دورته الثالثة. الدورة لملمت ثلة من العارضين والمثقفين من دول المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا، ونظرا للامتداد الإفريقي للمغرب فقد كانت دولة الكاميرون ضيف شرف الدورة، وإلى جانب معرض الكتب تنظم على الهامش مجموعة من الموائد المستديرة والندوات. 40 ناشرا وحوالي 300 مشارك ومتدخل من بلدان مختلفة التقوا في هذا الفضاء في مدينة وجدة، التي شكلت عبر تاريخها مفترق طرق ثقافي تلقحت فيه تأثيرات شتى تبرز غناها الثقافي وانفتاحها على العالم، في رغبة واضحة من أجل دمقرطة القراءة وتقريب الكتاب. محاور كلها عندها محتوى فلسفي، تاريخي، سياسي، فني، بمعنى أن معرض الكتاب لوجدة من خصوصيته أنه فيه تواصل، تعامل وتفاعل بين الحامل الثقافي من كتاب ومن المرقام ومن الشبكة الاجتماعية، وكذلك المحتوى ديال الثقافة. لقد أحضرنا معنا عددا كبيرا من الكتب، وهناك أيضا تلك المخصصة للأطفال، وهي عبارة عن قصص قصيرة بأثمنة مناسبة، ولدينا أيضا روايات جديرة بالقراءة. البعد المغاربي الذي يشكل الهدف الأسمى للمعرض المغاربي كان واضحا من خلال المساهمات والمشاركات بهدف إسماع صوت المغرب الكبير.
فرصة للناشرين نتاع المغرب، لأنه المغرب مالوروزمون ما احنا ما نعرفوش بعضنا البعض، ما نتلاقاوش. هذا المعرض الهدف ديالو الأول هو تشجيع القراءة، ومعرض مغاربي طبعا، لكن يبقى معرض في الجهة الشرقية بمدينة وجدة اللي هي متعطشة مثل هذه التظاهرات. 36 مائدة مستديرة مبرمجة منقسمة إلى 4 محاور رئيسة ستمكن طيلة 5 أيام من مناقشة البعد الإنساني وترسيخه في إفريقيا والعالم، وهو إيصال المعرفة من جيل إلى جيل لوضع ركائز لعالم أفضل. نبقى بوجدة التي حل بها المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث سيخوض غدا الجمعة مباراة ودية ضد نظيره الليبي. واستعدادا لمباراة الغد خاضت العناصر الوطنية تدريب بالملعب الشرفي لمدينة وجدة. عبد الحق شرات، محمد بن تركة، ورشيد العتابي. في خضم سلسلة من التغييرات التدريجية التي يعرفها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مع مدربه الجديد البوسني وحيد خليلوزيج، يواصل لاعبوه استعداداتهم للقاء الودي غدا أمام المنتخب الليبي، وهي المواجهة رقم 19 عبر التاريخ بين الطرفين. بعد اعتزال البعض كابن عطية بوصوفو الأحمدي، يبحث المدرب الوطني وحيد على بدلاء في المستوى لضخ دماء جديدة في شرايين المنتخب الوطني، سواء من الدوري الوطني كاسماعيل الحداد، وليد الكردي، عبد الكريم بعدي، والحارسين أنس الزنيتي وهشام المجد، أو بعض المتألقين الشباب على المستوى الأوروبي كنايف أكر وحمزة منديل من دي جون الفرنسي، أمين حارس مشاكسف أربع الألماني، أحمد المسعودي من كرونيك الهولندي، والنجم أشرف حكيمي من دورتموند الألماني. المدرب وحيد الذي يعتمد على أسلوب الهجوم المضاد في منظومته الكروية في بحث مضني على قناص، ويعول كثيرا على كل من يوسف نصير من ليغانيس الإسباني، ورشيد العلوي من أنجيل الفرنسي، إلى نجيل المخضرم نور الدين أمرابط الذي سيخوض غدا المقابلة الدولية رقم 61 والتي قد يحمل خلال شارة العميد، ويعتبره خليل وزيج من أهم مفاتيح اللعب. استقبال حار لجماهير مدينة وجدة لعناصر النخبة الوطنية، من أجل ذلك اخترنا هذه المدينة الجميلة حيث سنواجه منتخب ليبيا مساء يوم غد. كل اللاعبين تحدوهم رغبة كبيرة للتألق مع المنتخب الوطني الذي سيكون غدا محروما من خدمات كل من المزروي وحكيم زياج لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي بفعل الإصابة، أمام منتخب ليبي يتشكل من 13 لاعبا محترفا أبرزهم بن علي من فريق كروتون الإيطالي، ومعتصم المصراتي من جيماريتش البرتغالي، إلى جانب 20 لاعبا محليا ينتم لأندية أهلي بنغازي، شط الاتحاد والنصر. وبالرغم من ودية اللقاء فقد بيعت التذاكر بكاملها منذ يومين، والارتياح يعلو محيا الجميع هنا بوجدة ببرمجة هذه المقابلة الدولية الودية بعد غياب دام 40 سنة، وبالتأكيد ستكون الأجواء مشوقة ومثيرة. عبر التاريخ لثالث مرة أسود الأطلس يتواجدون في العاصمة الشرقية للمملكة مدينة وجدة. بدأ اللقاء التاريخي الأول سنة 1961 أمام الأشقاء الليبيين برسم الألعاب العربية، والذي انتهى مغربيين ب6-6، وبدأ آخر نزال ودي هنا أمام فريق باسيا الفرنسي والذي انتهى بإصابة داخل كل شبكة. أسود الأطلس من جديد وسط الملعب الشرفي بوجدة في مباراة الغد أمام المنتخب الليبي في مقابلة ستدور بشبابيك مقفلة، وهي سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية على اعتبار أن اللقاء وديا، تعبئة غير مسبوقة هنا بوجدة لتكون هذه المدينة الألفية في مستوى الحدث. للأولى عبد الحق شرات، رشيد العتابي، وجدة. وتعيش مدينة وجدة على إيقاع الأجواء التي تسبق المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الليبي. عن هذا الجانب نتابع ريبورتاج قائمة بالعشي ورشيد العتابي. وجدة في أوج سعادتها ومصدر هذه السعادة احتضانها لمباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيرها الليبي. لا حديث عن ساكنة مدينة وجدة بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة إلا عن الاستعدادات لاستقبال أسود الأطلس. الناس فرحانة باش تشوف ليكيب ناسيونال بعدا ديالها، تشوف الفريق الوطني اللي عن قرب، عمرو ما شافوه عن قرب، دائما الناس كتشوفوا في الدار البيضاء ولا تشوفوا في الرباط ولا في جهة أخرى. ولما اللي جاوا وجدة مرحبا بهم. جميع لوازم التنشيط احنا دايرينها ان شاء الله، دايرين تيفو ان شاء الله غادي يكون في المستوى وحنا كجماهير وجدية احنا كنستقبل الفريق الوطني فالاستقبال حار ان شاء الله.
هذا عندنا اليوم الجمعه ان شاء الله عندنا عرس رياضي في هذه المنطقه الشرقيه. كاين اقبال على التذاكر، اقبال على شراء الرايات، على الالبسه، وكنشكروا الجامعه من هذا المنبر. هذه ملحمه، هذه الناس تاع وجده كاملين غادي يمشيو يتفرجوا. الملائكه كلشي كيبغي المنتخب الوطني، كلشي كيبغي المغرب، وديما مغرب. وان شاء الله واخا مباراه حبيه كتشوفوا بانها مباراه حبيه، ولكن الجمهور كثير كثير بزاف، التذاكر نفدوا. استقبال مدينة وجدة للمنتخب الوطني يأتي تبعا الاستراتيجية الجديدة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقريب الفريق الوطني أكثر من جمهوره في مختلف مدن المملكة. هذا ديما كيكون شرف لنا كبير باش نجيو نمثلوا المنتخب الوطني المغربي، وعاد زيد ملي كيكون شي مدينة اللي ما عمرنا لعبنا فيها فكيكون واحد استقبال من الجمهور اللي غادي يكون خاص. بالنسبة لنا احنا يا شي كي موتيفينا، وحنا فرحانين باش نمشيو نلعبوا قدام الجمهور الوجدي. في الذاكرة الرياضية الوجدية الكثير من يستحضر آخر مباراة للمنتخب الوطني بوجدة، كانت في سنة 1979 أمام الفريق الفرنسي باستيا. وهذاك النهار كانت ديك الخاص لأنه لعبوا ثلاثة ديال اللعابة من المولودية، مصطفى الطاهري وبالحيوان والدريسي، وكان التعادل 1-1. وحنا عاكين ذاك النهار الجمهور اللي كان يعني الملعب كان عن 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 كابده. اقترب موعد هذه المباراة الهامة للمنتخب الوطني أمام نظيره الليبي التي من المنتظر أن تدور في أجواء احتفالية مميزة للجهة الشرقية. وقميص أسود الأطلس كشف رسميا أمس عن تصميمه الجديد بعدما تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع شركة رياضية جديدة منذ حوالي شهرين. ابتسام أدريس ومحمد العربي. بأحد المراكز التجارية الكبرى لمدينة الدار البيضاء تم أمس الكشف عن التصميم الجديد للقميص الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد التعاقد مع شركة ألمانية جديدة بصفقة مالية قدرت بمليار سنتيم، وسيظهر الأسود بالزي الجديد انطلاقا من المنافسة المقبلة. لقد تعاقدنا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ شهرين تقريبا، وكان لنا الشرف أن نصمم القميص الخاص بالمنتخب المغربي. الامتياز أننا اشتغلنا على عمل حرفي يمتاز بالبساطة والفعالية. اخترنا اللونين الأخضر والأحمر إذ يمتازان بالقوة. أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني بالقميص الجديد سيكون خلال المباراة الودية أمام المنتخب الليبي والتي ستجرى يوم غد بملعب وجدة الكبير. هذا القميص، هذا القميص الجديد ديال الفريق الوطني المغربي لكرة القدم. دونك اليوم درنا اللونسمون ديالو اوفيسيال في واحد الحفل اللي عرف واحد اقبال كبير، وحنا جوج فخورين بهذا القميص لانه القميص الجديد ديال الفريق المغربي. غادي يمكننا حنا نوزعوه في جميع المحلات ديالنا. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة جديدة للملابس الرياضية لمدة 4 سنوات، وذلك بعد انتهاء عقد الشركة القديمة نهاية شهر يونيو الماضي. نذكر ختاما بالعناوين. إدماج عدد من الكفاءات الجديدة في الحكومة بعد إعادة هيكلتها مع مراعاة تمثيلية النساء والشباب تجسيدا لما تضمنه خطاب العرش والتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. الأمين العام للأمم المتحدة يذكر في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمرتكزات الموقف المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في اليوم الوطني للمرأة وقفة عند المكتسبات التي حققها المغرب في مجال ضمان حقوق وكرامة النساء اللواتي بصمن على حضور متميز في شتى المجالات. غدا
غدا يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم نزالا وديا ضد المنتخب الليبي، وأجواء كروية تسود مدينة وجدة حيث سيدور اللقاء. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.